أهلا بكم. في ظل تحشيد التيار الصدري جماهيره ودعوتهم إلى الاستعداد لمنع تصدير النفط العراقي وغلق الحقول في الجنوب، يكشف أنصار زعيم الحنانة بأن ما يجري هو تصعيد إعلامي فقط ولن يتحقق على أرض الواقع. هذا التصعيد أجبر الإطار التنسيقي على المطالبة باتخاذ إجراءات حكومية سريعة لحماية الحقول النفطية، لكن بالمجمل فإن الصدريين لا يخططون لاستهداف الحقول والشركات النفطية في التصعيد الشعبي المرتقب، وما ينشر في بعض المنصات الإعلامية المقربة من التيار يهدف للضغط الإعلامي فقط، وهذا يؤكد فرضية التيار الصدري لا يريد استهداف أي شيء في التصعيد الشعبي يلحق أضراراً بالمواطنين والمصلحة العليا للعراق. ولهذا انسحب الصدريون من أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى بسبب توقف المحاكم والأضرار المترتبة عليه اتجاه المواطنين، ومن هنا نستنتج بأن الصدريين لديهم الكثير من خطوات التصعيد لكن لا يمكن الكشف عنها حاليا، إلا أن هذه الخطوات ستكون شبيهة بالعصيان المدني ربما قبل الوصول إلى مرحلة العصيان المدني الشامل، فخطوات الضغط ستكون في تصاعد بشكل تدريجي، وهذه الخطوات سوف تنطلق بعد حسم المحكمة الاتحادية دعوى حل البرلمان نهاية الشهر الحالي.